بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أزكى الصلاة والتسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على تيسير هذا اللقاء المبارك في هذا الصباح المبارك في هذا المكان الطيب وهذا الاجتماع الكريم، ثم أشكر القائمين على هذا العمل الجليل، مديراً ومدرسين وأسرة تدريس كلهم، والحمد لله يخدمون كتاب الله عز وجل تعليماً وتدبراً وعملاً، وهذا أشرف ما يكون في هذه الحياة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كتاب كريم، كتاب محفوظ بحفظ الله لا يتطرق إليه الباطل، لا يأتيه الباطل، وإنه لكتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو أشرف كتاب عرفه أهل الأرض، فهو كتاب مهيمن على جميع الكتب السابقة من كتب الله سبحانه، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها لخيري الدنيا والآخرة. وأنتم تخدمون هذا الكتاب تعلماً وتعليماً وتدبراً وعلماً وعملاً، فأبشروا بالخير وتعاونوا على البر والتقوى، ونشئوا أبناء المسلمين على هذا الكتاب العظيم المبارك، مبارك من كل وجه، مبارك من جهة تعلمه وتعليمه، ومن جهة تدبره وتفهمه، ومن جهة العمل به. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا القرآن لا يحصل الانتفاع به إلا بالتعلم والتدبر والتلاوة والعمل، فهو كتاب مبارك من كل الجهات، على من علمه وعلى من تعلمه وعلى من عمل به، والغاية والمقصود هو العمل بكتاب الله لا بمجرد حفظه وتجويده، إنما هذه وسائل إلى العمل، وسائل إلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنتم ولله الحمد في خير أنتم ولله الحمد في خير مكان، في خير مكان، حيث إنكم تعلمون كتاب الله وتتعلمونه، ثم تخرجون إلى المجتمع أئمة في المساجد وخطباء في المنابر وقضاة في المحكمة في المحاكم،
ودعاة إلى الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنتم من جند الله عز وجل، من جند الله الذين يجاهدون في سبيل الله. فليس الجهاد مقصوراً على الجهاد بالسلاح، ولكن الجهاد يشمل الجهاد بالدعوة إلى الله، ويشمل تعلم القرآن وتعليمه، ويشمل كل وجوه الخير، كله جهاد في سبيل الله، جهاد بالدعوة، وجهاد بالسلاح، وجهاد في رد الشبه والمفتريات التي تحاك ضد الإسلام، كل هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنتم ولله الحمد اخترتم أشرف مواطن الجهاد، وهو تعلم كتاب الله وتعليمه والعمل به. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للعلم والعمل، وأن يجعلكم حملة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لتنالوا هذه الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانتبهوا، لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن فقط، بل قال: وعلمه. فإذا تعلمتم كتاب الله فعلموه للناس وبلغوه للناس. وليس الإنسان يقتصر على نفسه فيتعلم العلم ويحفظ كتاب الله، بل لا بد أن يتعدى نفعه إلى غيره من المسلمين. فهو أمانة حملكم الله إياها، فأدوا الأمانة، أدوا الأمانة التي حملكم الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وليس الأمانات أو الأمانة كما يفهم كثير من الناس أنها الودائع فقط. إذا أودع عندك أحد وديعة فيجب عليك أن تؤديها إليه، نعم هذا من الأمانة، لكن أعظم من ذلك أمانة العلم، أعظم من ذلك أمانة التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. ربانيين يعني يكون عملكم خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستطيع أن يعمل على المطلوب إلا إذا كان عمله موافقاً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، هذا العمل لا يكون إلا بعد العلم، ويكون العمل مؤسساً على العلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ثم قال وقرأ أو كتب هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وقبلها فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم هذه الكلمة ومعناها ومطلوبها، ثم بينها للناس، بينها للناس، ثم اعمل أيضا لنفسك. فالعمل إذا كان بدون علم فإنه ضلال. ولهذا النصارى ضالون، لأنهم يعملون بدون علم، رهبانية بغير علم. واليهود ملعونون ومغضوب عليهم، لأنهم يعلمون ولا يعملون، عندهم علم وليس عندهم عمل. النصارى عندهم عمل وليس عندهم علم. أما عباد الله والعلماء الناصحون والربانيون فهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، فلا ينفع علم بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون علم، بل لا بد من العلم والعمل. وهذه طريقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ومنهم اليهود لعنهم الله، ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، وهم النصارى والمبتدعة في كل زمان. المبتدعة هم من الضالين، وهم على نمط النصارى، لأنهم يعملون بدون عمل. وكذلك الذين أخذوا العلم وتعلموا ولم يعملوا، كلاهما ذمهم الله سبحانه وتعالى، وعلمنا أن نستعيذ من طريقتهم، وأن نأخذ صراط المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العمل الصالح، ودين الحق هو العلم النافع. أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الطريق، وترك الطريقين، طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، وأخذ طريق المنعم عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا هذه الكلمات المباركات، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعاً بها، وأن تكون بإذن الله جل وعلا نبراساً لنا معلمين وطلاب. وأستأذن معالي شيخنا في عرض بعض الأسئلة من أبنائكم الطلاب. نعم. هذا سؤال وفقكم الله، يقول السائل فيه: معالي الشيخ، كيف يمكن لي أن أصبح عالماً ربانياً؟ وهل الذنوب تحول دون الوصول إلى هذا الهدف؟ وهل الذنوب تحول دون الوصول إلى هذا الهدف؟
الذنوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تكون عالماً ربانياً بإذن الله إذا تعلمت العلم النافع وعملت العمل الصالح. فإذا جمعت بين العلم النافع والعمل الصالح فإنك تكون ربانياً، تكون ربانياً. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني أخلصوا النية وتعلموا العلم، اجمعوا بين الأمرين حتى تكونوا ربانيين تعلمون الناس وتدرسون الناس هذا المجال العظيم، العلم والعمل. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما دور الشباب فيما يحل بأمة الإسلام وبالمسلمين اليوم من فتن وحروب؟ نعم، عليهم أن يتعلموا أولاً، أن يتعلموا أولاً العلم النافع من أجل أن يردوا الشبهات والأباطيل والأكاذيب التي يروجها دعاة الضلال، فتكونون من جند الله المدافعين عن دينه. ولكن لابد أن تتسلحوا بالعلم النافع وأن تقوموا بالعمل الصالح حتى تكونوا من المدافعين لهؤلاء الضلال والأعداء. فالضلال والعداوة لا بد أن تقابل بأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والرد على شبهات المبطلين. والله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. والحق إنما هو العلم النافع الذي يبطل الشبهات ويرد على المشبهين والمبطلين. أما إذا لم يكن هناك من يرد شبهاتهم ويدفع أباطيلهم فإنهم يحتلون بلاد المسلمين وأدمغة شباب المسلمين، هذا مقصودهم، ولا يمكن دفعهم إلا بما أنزل الله من كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان الباطل مخيماً على أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله مفرداً، ثم اجتمع عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار فتكونت جنود الإسلام وجيوش الإسلام، فغزت فارس والروم وخلص الله البلاد والعبادة منهم، وأصبح الدين لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. هكذا حصل على أيدي المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، دعوا إلى الله أولاً ثم جاهدوا في سبيل الله ثانياً، حتى انتشر هذا الإسلام في المشارق والمغارب. وأنتم على هذه الطريق وعلى هذه الجادة، أنتم أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار وأبناء المسلمين، جاء دوركم الآن. تهيأوا للعلم النافع أولاً، تسلحوا بالفقه، ثم قوموا بالجهاد في سبيل الله، الجهاد بالسيف والجهاد باللسان. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالعلم والرد على شبهاتهم وأباطيلهم. كل هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. جاهد الكفار والمنافقين. من يجاهد الكفار والمنافقين الآن؟ الأولون ذهبوا، أدوا الواجب وذهبوا من المسلمين، بقي دوركم أنتم، وفقنا الله وإياكم. ولكن تسلحوا بالعلم أولاً، تعلموا العلم النافع، ثم قوموا بالدعوة إلى الله، ثم جاهدوا في سبيل الله ليكون الدين كله لله عز وجل. أما إذا ترك الجهاد، جهاد باللسان والجهاد بالسيف، فإن الكفار يتوغلون في بلاد المسلمين ويتغلبون على المسلمين، وهذا لن يكون بإذن الله. الله تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا لم تقوموا أنتم بهذا فإن الله يستبدل غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله لا يضيع دينه، ولكن يجب علينا أن نكون نحن ممن يدافع عن هذا الدين ويجاهد بالسلاح وباللسان، يجاهد الكفار والمنافقين. من للإسلام؟ من للإسلام إلا أبناؤه وحملته، وأنتم منهم إن شاء الله. فتهيأوا لهذا الأمر العظيم الذي حملكم الله إياه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: ما قولكم بارك الله فيكم فيما يسمى اليوم بجماعة داعش، وكيف أميز بين الجهاد الشرعي من غيره؟ جماعة داعش وغيرهم، كل من ضل عن الصراط المستقيم فإنهم من حزب الشيطان، إما من الخوارج وإما من غيرهم من دعاة الضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع. هؤلاء من الذين قال الله فيهم: جاهد الكفار والمنافقين. هؤلاء يكونون في صف المنافقين، لأنهم يدعون الإسلام ويعملون ببعض الشعائر الدينية، ولكنهم دعاة ضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع والرد على شبهاتهم وأباطيلهم ودرئها عن المسلمين. ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله إذا قام المسلمون بجهادهم وبيان شبهاتهم وأغاليطهم وردوا عليها. وهذا لا يكون بالهوية وبالحمية، وإنما يكون بالكتاب والسنة والعلم النافع الذي يدمغ الله به الباطل. السلاح بين أيديكم الآن، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يقاوم كتاب الله أو يقاوم سنة رسول الله، لكن الدين والكتاب والسنة لا تنتصر بنفسها، وإنما تنتصر بإذن الله ثم برجالها وأبنائها الذين يحملون العلم والعمل ويجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. فليس هذه الحياة مجرد أكل وشرب وتنعم بالفواكه، ليس الحياة هكذا. الحياة هذه فانية، والحياة الباقية هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. لو كانوا يعلمون
إنما هذه الدنيا يعمل فيها لأجل نيل الدار الآخرة والحياة الباقية، فهي مجال عمل. الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل. فأنتم الآن في دار العمل، فقوموا بما أوجب الله عليكم. وأنتم في هذه المدرسة وفي غيرها من مدارس الإسلام، أنتم تهيئون أنفسكم لتكونوا مدافعين عن كتاب الله عز وجل، وتردون على الشبه من داعش ومن غيرها ممن يدعون الإسلام وهم يطعنون في الإسلام من الداخل. نعم. وفي سؤاله يقول: وكيف أميز بين الجهاد الشرعي من غيره؟ الجهاد الشرعي هو الذي يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الشرعي هو الذي يكون تحت ولاية أمير المؤمنين أو جماعة أمير المسلمين في كل زمان، يكون بقيادته وبتدبيره وترتيبه والأمر به والإشراف عليه. لا يكون الجهاد إلا تحت راية إسلامية وبقيادة وال مسلم. يجب الجهاد مع أمراء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، مع أمراء المسلمين وليس مع الجماعات والحزبيات، إنما يكون الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين ينظمه ويأمر به ويقوده بنفسه، أو يؤمر عليه من يقوده. تكونون تحت راية الإسلام بقيادة ولي أمر المسلمين ومع جماعة المسلمين. هذا هو الطريق الصحيح. ليس الطريق أن تكون هناك جماعات وكل جماعة لها أمير وكل جماعة تأمر بالجهاد. هذا مما نهى الله عنه عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، جميعاً ولا تكونون جميعاً إلا تحت راية ولي أمر المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا إلى جماعات، كل جماعة تدعي أنها هي أهل الإسلام وأن أميرها هو أمير الذي تجب طاعته. هذه والعياذ بالله مخازي حصلت في بلاد المسلمين، طهر الله بلاد المسلمين منها وجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى جماعة المسلمين وقيادة ولي أمر المسلمين. هذا هو الحق وهو الجهاد، لا ما يدعونه من أن جماعتهم هي المسلمون وأن قائدهم هو الذي تجب طاعته. هذا من الضلال ومن التفرق والاختلاف ومن التناحر والتباغض، وهذا لا يكون بين المسلمين. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. وهذا لا يكون إلا باجتماع المسلمين تحت ولاية شرعية، وهو من ولاه الله أمور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان بحسبه. أما التفرق وكل جماعة لها أمير وكل جماعة تدعي أنها هي أمة الإسلام، فهذا هو الخذلان وهذا هو التفرق الذي نهى الله عنه بقوله: ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا يكون هذا إلا بإمام المسلمين وجماعة المسلمين، لا بالجماعات. جماعة المسلمين واحدة، أما هذه الجماعات التي كل يدعي أنها هي المسلمون وهي، فهذا من الضلال الذي نهانا الله عنه. ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه وصايا
ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فعلينا أن نفهم هذا وأن لا ننخدع بما يروجونه من أنهم هم المسلمون وأن جماعتهم هي جماعة المسلمين، كل جماعة تكفر الأخرى. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن نكون جميعاً أمة الإسلام، جميعاً تحت راية ولي أمر المسلمين، لا نتفرق ولا نتحزب. هذا هو الذي أمرنا الله ورسوله به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. في هذا الصرح المبارك يتوقع بإذن الله في هذا العام الدراسي أن يتخرج 80 حافظاً، فنرغب منكم كلمة توجهونها لأبنائكم طلاب ثالث ثانوي والذين ختموا حفظ كتاب الله عز وجل ويأملون منكم الدعاء لهم. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة أن يتخرج فوج كل سنة من حملة كتاب الله، ولكن هذا لا يكفي، لا بد من مواصلة التعلم، ولا بد، العلم ما ينتهي عند حد، فواصلوا التعلم عند العلماء وفي دور العلم، واصلوا التعلم وخذوا العلم. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فلا يقف المسلم عند حد يقول انتهى العلم، العلم بحر زاخر، إنما العلم كبحر زاخر، فقل من كل قول، فإنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه. بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا أحسن من كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فعليكم بهذا الطريق الصحيح، ولا تلتفتوا إلى الطرق الأخرى، وما أكثرها في هذا الزمان، لا تلتفتوا إليها، بل خذوا طريقكم الصحيح وامضوا في سبيل الله عز وجل، ولا تلتفتوا إلى الخداعين وإلى المضللين، واحذروا منهم غاية الحذر. أنتم على طريق صحيح والحمد لله، فاثبتوا عليه وتزودوا من العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخذوا عن العلماء، خذوا عن علماء الأمة المعتبرين، لا تأخذوا من كل متعالم ومن كل جاهل ومن كل منحرف، خذوا العلم عن العلماء، إما في دور العلم من المعاهد والكليات، وإما عن حلق الذكر في المساجد التي يقوم بها العلماء المعتبرون المشهود لهم، المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالاستقامة. لا تأخذوا العلم عن كل من هب ودب وادعى أنه عالم. نعم. ويرجو منكم الدعاء لهم وكذا للجميع، وفقكم الله. أرجو الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لنيل العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، لكن بعد أن تتعلموا العلم تدعون إلى الله عز وجل، لأن الدعوة لا تكون إلا عن علم. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لا على حماس ولا على تقليد غير صحيح، وإنما على علم، على علم نافع. والعلم لا يحصل بالتمني، لا يحصل إلا بالتعلم والصبر عليه تعلماً وتعليماً، لا بد من العلم والعمل. يقول الجرجاني رحمه الله أأجنيه يقول الجرجاني رحمه الله
في قصيدته وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم أشقى به غرسا، يقول أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، يعني ما هكذا إنك تتعلم العلم وتتعب تشقى في غرسه ثم تجني الذلة بعد ذلك، إنما تجني العمل النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. لا بد من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: معالي الشيخ، ما الطريق الأمثل في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب وتويتر ونحوها؟ والله هذا خطر عظيم، وهذا من الفتن العظيمة، هذه الشبكات والتواصل، لكن استعملوها في الخير والدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمور المباحة، وأما أن تستعمل لترويج الأفكار المنحرفة والدعوات الضالة والشبهات، احذروا من هذا، احذروا مما يروج فيها من الأباطيل ومن الدعوة إلى الباطل ومن الكذب، الكذب على أهل الإسلام وعلى علماء الإسلام، احذروا هذا. نعم. وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما رأيكم في مشاهدة مباريات كرة القدم ولو كان اللاعبون مسلمين؟ يا أخوان، أنتم طلبة علم، استعملوا وقتكم فيما ينفع من طلب العلم والبحث، ولا تلتفتوا إلى المباريات الرياضية، هذه ضياع وقت ولا فائدة لكم منها، ما لكم فائدة منها، تضيع الوقت عليكم وأنتم طلبة علم، كل ساعة تعتبر وقتا ثمينا لا تضيعوه، لأنه يكون ثلمة في معلوماتكم فيما بعد، فأنتم في أعز سبيل وفي أعز اتجاه، عليكم بشغل أوقاتكم بطلب العلم النافع وبالعمل الصالح، هذا المطلوب من المسلم ومن شباب المسلمين على وجه الخصوص. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الغش في الاختبارات يعد من كبائر الذنوب؟ وكيف يتخلص منه من ابتلي به؟ لا شك أن الغش في الاختبارات هو أعظم أنواع الغش، أعظم من الغش في السلع والبيع والشراء، لأن هذا من الغش في العلم، يظهر أنه ناجح وغير ناجح، ويتولى الأعمال والقيادات وشهادته تزوير، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ليس هذا خاص بالغش في السلع، بل الغش في العلم والتعلم أعظم من ذلك، لأنه سيتولى أمور المسلمين، فكيف يتولاها وهو غشاش وينشأ على الغش والتزوير؟ يكون طالب العلم أميناً ناصحاً، لا يكون غاشاً. من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: معالي الشيخ، ما نصيحتكم لنا معشر الشباب في التعامل مع ولاة الأمور؟ التعامل مع ولاة الأمور بالطاعة، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، عليكم السمع والطاعة في منشطكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة في منشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم. لا بد من السمع والطاعة لأجل تجتمع كلمة المسلمين، ولأجل أن يكون للمسلمين هيبة أمام الكفار، أما إذا تنازعنا فإننا نفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم،
واصبروا إن الله مع الصابرين. فعليكم بالثبات والصبر، تعلم العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل. وفي حال ظهور الفتن وشدة الفتن يكون الواجب علينا أعظم، أن نثبت وأن نصبر وأن نجاهد في سبيل الله عز وجل لنصرة هذا الدين بالعلم والعمل والجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يتهم أهل العلم بالتقصير في النصح لولاة الأمر؟ وما يدريه أن العلماء مقصرون في مع نصح ولاة الأمر. هل لابد أن العالم إذا نصح ولي الأمر يظهر للناس يقول أنا نصحت وأنا قلت وأنا؟ ما يجوز هذا. النصيحة سرية بين ولي الأمر وبين الناصح، تأخذ بيده وتنبهه على ما ترى من الخطأ سراً بينك وبينه، فإن أخذ بقولك فالحمد لله، وإن لم يأخذ فقد أبرأت ذمتك. أما أنك تقول ولي الأمر مقصر وولي الأمر فعل كذا وكذا وأنا نصحت وأنا قلت، هذا لا يجوز، هذا من الدعاية إلى الاختلاف والتفرق، ومن الاستهانة بولي أمر المسلمين. ولا يجوز أن يهان ولي أمر المسلمين مهما حصل منه، لا يجوز أن يهان أمام الناس ولا أن يسب أمام الناس. نعم. شكر الله لكم شيخنا على هذه الإجابات الضافية، وشكر لكم سعيكم، فإنني باسمي أصالة ونيابة عن قائد هذه الثانوية والزملاء المعلمين وجميع الحضور أصدي لكم الشكر لحضوركم ومجيئكم لهذا المكان وإمتاعنا بهذه الكلمات المباركة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يطيل في عمركم على طاعته، وأن يبارك في علمكم وعملكم، وأن يجزينا جميعاً وإياكم بجنات جنات النعيم، وأن يجمعنا ووالدينا من نحب في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.